اهلا بيكم اعزائي المشاهدين ومتابعين لقناتنا قناه نيو. فيديو جديد معانا على القناه، هنتكلم فيه عن المعدات اللي بنستخدمها في التصوير على اليوتيوب. من اهم المعدات دي هي الكروما. الكروما الخضراء حاجه مهمه جدا عند اي يوتيوبر بيستخدمها في التصوير، لانه بيقدر يركب بيها اي خلفيه وراه ويصور بيها، بدال ما يكون عنده خلفيه واحده هي الخلفيه الثابته اللي عنده اللي على الحيطه او الدهانات اللي على الحيطه او فرن بيركبها على الحيطه بقت ثابته معاه. لا، لما يستخدم كروما بيبقى حر الحركة ان هو يصور والكروما وراه، بعدين يشيل الكروما وبعدين يركب اي خلفية هو عاوز يحطها وراه. عاوز يحط بحر، عاوز يحط مكتب، عاوز يحط خلفية نشرة اخبار، يحط اللي هو محتاجه كله. طبعا انا عملت فيديو قبل كده لاول كروما انا جبتها اشتريتها للقناة، بس ما عملتش فيديو طريقة تركيب الكروما دي. في ناس كتير ما بيعرفوش يركبوا الكروما، ما بيعرفوش يشدوها كويس. هقول لكم على طريقة جميلة جدا نقدر نشد بها الكروما عشان تبقى مشدودة كويس، نقدر نفصل الخلفية ما تعملش معانا اي مشاكل في المونتاج. طبعا لازم لما نيجي نركب الكرومة هنجيب طبعا مسامير. انا جبت المسامير دي، جبت مسامير وورق، وهنركب الكرومة بطريقة كويسة جدا. هنركبها على ماسورة الستارة. لو عندنا ستارة يا جماعة زي الماسورة دي كده ما بنستخدمهاش او بنستخدمها ونقدر نستغلها، فاحنا ممكن نشد الكروم عليها. انا عملت خروم في الكرومة. طبعا انا ما صورتش لما كنت بعمل خروم لان هي زهقتني شويه لما خرمتها. هي دلوقتي متخرمه جاهزه، خرم يا دوبك اربط فيه المسمار ده. ده مسمار سن صاج، والمسمار السن صاج مع ماسوره الستاره بيربط ويبقى كويس قوي. المهم ان انا لما اخرم خرم يبقى اضيق من المسمار شويه عشان المسمار يربط يكون داخل بالعافية فما يحلش تاني ويطلع من الماسورة بتاعت الستارة. فاصل اعلاني ونرجع مع بعض تاني نكمل مع بعض طريقة تركيب الكروم. لو اول مرة تجينا اضغط على اشتراك سبسكرايب واضغط على جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الجديد، ودعمنا واضغط على اعجاب وعنا بلايك واكتب لنا تعليق نفسك في ايه هنقدمه الفيديو الجاي على قول نيو. سبسكرايب سبسكرايب دعمنا بلايك.
كده الكرومة بتاعتي انا ركبتها زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طبعا دي افضل طريقة اركب بيها الكرومة عندي. انا ركبتها على ماسورة الستارة، محتاج اصور بنزلها اخلص تصويري ارفعها تاني كأنها مش موجودة معايا. دي طبعا بتسهل عليا ان انا اصور بسرعة بدل ما يبقى عندي كرومة اثبتها وافكها تاخد مني وقت في التركيب وفي الفك. لا دي راكبة على طول على ماسورة الستارة، كل الحكاية ان انا هلف الماسورة انزلها، خلصت التصوير الف الماسورة اطلعها تاني. وده طبعا بيتيح لي فرصة ان انا لو ما عنديش امكانية يكون عندي استوديو تصوير مخصوص للتصوير بس. لو انا بصور في اي غرفة عندي في البيت والغرفة دي بستخدمها انا واولادي واسرتي، فاذا بالطريقة دي اقدر ان انا انزل الكرومة اصور وارفعها تاني. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه، مستنيين دعمكم، اعملوا اشتراك، فعلوا زر الجرس، اكتبوا لنا تعليق، واعملوا لنا لايك على الفيديو. لو اول مرة تزورنا اضغط على اشتراك، سبسكرايب، واضغط على جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الجديد، ودعمنا واضغط على اعجاب، دعمنا بلايك، واكتب لنا تعليق نفسك في ايه؟ هنقدمه الفيديو الجاي على اول نيو. سبسكرايب سبسكرايب، دعمنا بلايك. لو اول مرة تزورنا اضغط على اشتراك، سبسكرايب، واضغط على جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الجديد، ودعمنا واضغط على اعجاب، دعمنا بلايك، واكتب لنا تعليق نفسك في ايه؟ هنقدمه الفيديو الجاي على اول نيو. سبسكرايب سبسكرايب، دعمنا بلايك.